وللحديث حول معرض البحرين الدولي للطيران يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات. نرحب بك معنا في نشرة الأخبار سعادة الوزير. وفي ختام معرض البحرين الدولي للطيران، كيف تقرأ نجاح النسخة السادسة من هذا المعرض؟ مساكم الله بالخير. طبعا اليوم بفضل من الله اختتمت النسخة السادسة من معرض البحرين للطيران بنجاح كبير ولله الحمد. ونحن ننتهز هذه المناسبة وهذه الفرصة لنبارك هذا النجاح الكبير لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، وأيضا لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظ الله، وأيضا لسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل جلالة الملك ورئيس اللجنة المنظمة، واللي في الواقع لولا دعمهم حفظهم الله لما تحقق هذا النجاح الكبير والمستمر لمعرض البحرين للطيران. يعني كلنا شفنا الإقبال الكبير على المعرض والحضور المتميز، وأيضا الاستجابة من جميع المشاركين اللي أبدوا استحسانهم من الترتيبات هذه السنة. نعم سعادة الوزير، يعني لو تحدثنا عن ردود الأفعال الدولية تجاه معرض البحرين الدولي للطيران، بالإضافة إلى أهم المنتديات أو الاتفاقيات التي تم توقيعها. طبعا المعرض نال إعجاب الشركات العالمية المشاركة، وبالمناسبة احنا في هذه النسخة عدد الشركات العالمية اللي شاركت مثلا في الشاليهات هي حوالي 70%، في حين ان في 2018 كانوا 65%، فالسنة هذه في زيادة عن النسخة السابقة. وأكدوا أيضا مرة ثانية من خلال متابعتنا معاهم خلال أيام المعرض من تحقيقهم لأهداف المشاركة، تمكنوا من الالتقاء بكثير من المهتمين بقطاع الطيران، تم بحث سبل التعاون في الاستثمار وأيضا المشاركة في المشاريع اللي تهم قطاع الطيران المدني، وأيضا كانت فرصة أيضا لعقد الصفقات اللي تميز بها المعرض هذا السنة، فكان هناك في صفقات ما بين ومشاريع تجارية للخطوط الجوية الأردنية، نعم. شركة مطار البحرين، شركة مينا إيرسبيس، تكسل إير، وخدمات مطار البحرين، هذه كلهم يعني تمكنوا ولله الحمد من توقيع العقود التجارية في عدة مجالات مثل صيانة الطائرات، أيضا في الشحن الجوي، الخدمات اللوجستية، وهذا بدوره هو يعزز من مكانة المعرض ويأكد مرة أخرى يعني أن يكون منصة لتحقيق مثل هذه المشاريع والدفع بها إن شاء الله نحو آفاق أفضل بما يعود إن شاء الله بالنفع على قطاع الطيران وعلى الاقتصاد وأيضا على البنية التحتية في مملكة البحرين. نعم كل توفيق لكم سعادة الوزير في المعارض القادمة. سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.